دفع تسجيل إصابات بالسلالة الهندية من فيروس كورونا عددا من الدول للتأهب لمواجهة النسخة المتحورة الجديدة، والتي تم تصنيفها بأنها أشد خطرا كونها أكثر نقلا للعدوى. ويبدو أن فعالية اللقاحات تجاه المتحور الهندي لفيروس كورونا ما زالت مبهمة، رغم تأكيد بعض الشركات فعالية لقاحاتها تجاه هذا النوع من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا أستاذ ومستشار علاج الأمراض المعدية وعضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك معنا. يعني نبدأ من إعلان تم قبل قليل، أعلن مدير صحة الزرقاء عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا بالسلالة العادية لمخالطي مصاب بالمتحور الهندي بالزرقاء. نريد أن نتحدث دكتور يعني من الجانب العلمي، كيف يمكن تفسير هذا؟ هم مخالطين لشخص عنده المتحور الهندي وهم أخذوا كورونا عادية. صباح الخير يا سيدتي لك وللمشاهدين الكرام. بداية يعني الحقيقة احنا في عنا لغط في بعض الأمور بالنسبة للمتحور الهندي، وانه هل انه نشأ عنا في البلد او انه أتى من الخارج. بدي أوضح هاي النقطة في دقيقة لأنها مهمة جدا. هناك فرضيتان يا سيدتي، نعم ممكن انه يكون في عنا المتحور الجنوب أفريقي والمتحور اللي نشأ بكاليفورنيا وحصل شيء بنسميه ريكومبينيشن، يعني اثنين أصابوا خلية واحدة ثم اختلطت التراكيب الجينية فطلع عنا المتحور الهندي، ولكن هذه الفرضية يعني فرصتها ضئيلة جدا جدا. لذلك الفرضية الثانية هي الأكثر واقعية، وهي أنه في مسافرين من الخارج قد أتوا وصار في عنا حلقة عدوى. بالنسبة يا ستي أنه أشخاص خالطوا شخص عنده الفيروس المتحور الهندي وظهرت الفحوصات أنه عندهم المتحور البريطاني، حقيقة أنه هذا يعني يستدعي النظر ويستدعي التحقيق. إحنا بنعرف بأنه الفحوصات فيها 50% هامش خطأ، لذلك أنا أدعو هاي توصية أنه أي شخص يثبت إصابته بالمتحور الهندي أن نقوم بسلسلة جينية لكل مخالطي، الحقيقة في مراكز نعتمد عليها إذا إحنا ما بنستطيع أنه يعني عندنا مراكز وأجهزة نعتمد عليها في بلدنا، يجب أن يعني نخرج العينات إلى الخارج من غير حقيقة العلمي أنه واحد يكون مصاب بالمتحور الهندي وقد خالط وأثبت مخالطته لأشخاص ثم هم يصابوا بالمتحور البريطاني. هم أكيد مصابين قبل المتحور البريطاني لأنه إحنا الأغلب الموجود عندنا متحور، أما أن المتحور الهندي ينقلب خلال ساعات لبريطاني هذا علميا غير صحيح. نعم. طب دعنا نتحدث بتفاصيل أكثر عن هذا المتحور الهندي دكتور، هذا الفيروس فيروس كورونا. الطفرات، أهم الطفرات البارزة عن هذا المتحور، وماذا يختلف عن بقية الأسماء الأخرى، البريطاني والبرازيلي وغيرها من الفيروس من الكورونا المتحورة اللي سمعنا عنها مؤخرا، وهل هو فعلا يعني أكثر خطورة من الباقي؟ ستي تذكري حضرتك في لقاءات سابقة قلنا إذا إحنا بنتحدث عن المتحورات بدنا تقريبا 5000 حلقة حتى نتحدث عنها. هذا الفيروس من نوع RNA يتحور بسرعة وطفراته ليست بصالحه، هو بضعف إن شاء الله سيضعف، ولكن هناك 15% ستظهر طفرات سريعة الانتشار وممكن أن تكون أكثر ضراوة بنسبة معينة، وهذا ما أثبتته الدراسات بالنسبة للمتحور البريطاني بالأخص لأنه هو اللي عمل عليه الدراسات. بالنسبة للمتحور الهندي ستي هو عنده 17 طفرة، ما عنده بس طفرتين، لأنه في ناس تسميه يعني مزدوج الطفرة وهذا خطأ، تسمية خاطئة. لكن الحقيقة في عنده طفرتين مهمتين، يمكن عشان هيك يسموه مزدوج الطفرة دبل ميوتن. الطفرة الأولى هي مأخوذة حقيقة من المتحور الجنوب أفريقي اللي هي اسمها E484Q، تشابه المتحور الجنوب أفريقي اللي هي E484K، في فرق بسيط. أما الطفرة الثانية وهي L452R هي مأخوذة من طفرة موجودة بالفيروس المتحور اللي نشأ بكاليفورنيا، فهذول الطفرتين الحقيقة هم ما جعلوا هذا المتحور الهندي يزيد انتشاره. وبالمناسبة هناك برضو خطأ شائع أنا بسمعه، لأنه حسب الدراسات والبراهين الحالية هو زاد انتشاره بنسبة 20% فقط،
مش 20 ضعف، 20% في فرق بين المعلومتين. نعم. يعني دكتور ايش؟ طب ما هو المتحور البريطاني زاد 70%، هذاك اسرع انتشارا، هاي اول معلومه. طب دكتور بالنسبه لامراضيته، هل هو اشد امراضا؟ لا لا، ما في اي براهين تثبت انه اكثر امراضا او اكثر. نعم. يعني فتكا بالناس. طب ليش يعني ليك عم بصير بالهند؟ نعم. اللي بصير بالهند بسبب التجمهر الملاييني والمهرجانات الدينيه، كومباميلا وهوبي، وللاسف الحشود الانتخابيه اللي حصلت بولايه البنغال الغربيه، هي ما يعني خلت المنحنى الوبائي يعني يرتفع بطريقه يعني سريعة. دكتور اذا ما نعمل مقارنه بين المتحور البريطاني والهندي، ايهما اسرع انتشارا؟ البريطاني. نعم، الى هاي اللحظه اللي بتحدث فيها مع حضرتك. نعم. البريطاني زاد انتشاره من 50% ل 70%، الهندي يا ستي 20%. لكن في ناس يقرأوا المعلومة خطأ، قالوا 20 ضعف، وفي ناس بيقول لك زاد 30 ضعف. نعم. ما بعرف من هاي المعلومات. اللي بصير بالهند سببه انه التجمهر ملاييني. نعم، سنتحدث عن هذا الموضوع، ولكن يعني لانه في حالة هلع من موضوع المتحور الهندي، وانه بدي ارجع اسال مرة اخرى، هو لم يتم يعني اكتشاف ما اذا كان اشد خطورة من بقية المتحورات لغاية اللحظة. صحيح. نعم. نعم صحيح يا ستي، ما في أي دليل يثبت بأنه المتحور الهندي أشد فتكاً. المعلومات اللي بتحصل والهلع اللي بصير، لأنه بالهند في عنا 1,300,000,000 يا ستي. نعم. فهو الأعداد لما تسجل كل يوم 350,000 و400,000 نسبة لعدد السكان لا شيء. نعم. لكنه عدد كبير. والسبب فيها اللي هو غياب الإجراءات الوقائية في ظل هاي المهرجانات. ولغاية اللحظة دكتور يعني لسه ما عم بيكون في حظر بعدد كبير من الولايات الهندية، وبالتالي الأعداد كل مالها عم بتزيد أكثر وأكثر. دكتور، بالحديث عن موضوع اللقاحات، يعني هلأ في عدد كبير من الناس حول العالم أخذوا لقاحات كورونا بأنواعها، كيف من الممكن أن تستطيع هذه اللقاحات أن تحمينا سواء من المتحور الهندي أو من أي متحور قادم من عائلة كورونا؟ ستي، احنا بدنا نتفق على شغلة ويمكن حكيناها برضو ويمكن بعض الناس ما اتفقوا معنا فيها. احنا بنتفق بانه فيروسات، عائلة فيروسات كورونا لا تعطينا مناعة جماعية، اما نعم. بالإصابة الطبيعية او باللقاح. لهذا احنا قلنا انه يبدو ان اللقاح سيكون موسميا، وهذا شيء احنا اتفقنا عليه. يعني دكتور، طب ليش بدنا نتلقح؟ بدنا نتلقح لانه احنا في ظل جائحة، شيء من التحصين خير من لا شيء. احنا بنتلقح لانه هيعطينا تحصين ضد الفيروس ووهان على الاقل. طب دكتور، المتحورات زي ما تفضلت الان في سؤالك، نعم بالدراسات يا ستي، بالدراسات، احنا ما بنتكلم كلام تهيؤات. نعم. الدراسات اثبتت بانه اللقاحات الموجوده الان كلها، في واحد منها اللي بنحكي عنه وهو استثناء وليس القاعده، كلها فعالة وآمنة ضد المتحورات الفيروسية اللي نشأت، البي 117 البريطاني، بي 1351 جنوب أفريقي، البي 1 الأمازون البرازيلي، حتى المتحور الهندي. قبل أسبوع خرجت دراستان جميلتان أثبتت بأنه اللقاحين المعطيين في الهند، لقاح كوفاكسين الهندي وهو يعمل بطريقة سينوفارم، نعم، اللقاح الصيني اللي يعتمد على الفيروس المثبط، ولقاح أسترازينيكا اللي بتصنع شركة سيرم انستيتيوت اوف انديا، معهد الأمصار الهندي، فعالان تجاه المتحور الهندي. في أول ما بدأ هذا الفيروس يضرب في الهند، الحقيقة المعلومات اللي كانت أنه خفض من فعالية اللقاحات، وهذا صحيح. يعني ستي، هناك فرق بين أنه المتحور يخفض فعالية اللقاح وبين أنه يلغيه. يعني أنا كنت أسمع في بداية الجائحة الفيروس ما بزبط عليه اللقاح، لا نعم. مش عارف، لا من هذا الكلام بيجيبوه، مش عارف انا يعني الاشاعات اللي بتطلع. نعم، ممكن انه خفض، يعني بدل 90 صار 80، بدل 80 صار 70، ولكنه اكيد فعال، لكن لا يلغي، لا يلغي. نعم. طب دكتور، بالعودة للحديث عن هذا الفيروس محليا، احنا مؤخرا معظم الحالات اللي صارت عندنا بالمملكة للمتحور البريطاني، هل من الممكن خلال الفترة المقبلة ان تكون معظم الحالات هي من المتحور الهندي؟
سؤال جميل جدا ستي، وانا يمكن علقت عليه في بدايه حديثي لانه هو السؤال المطروح كثيرا واللقطه اللي صار. نعم. الفرضيات يا ستي انه هو كما قلنا ممكن هناك فرضيه لكنها ضئيله جدا حقيقه، انه يصير في عندنا يعني نشوء من داخل البلد، لكن هذا بده اعداد كبيره زي ما حكينا من الجنوب افريقي او البرازيلي ومن الكاليفورني. نعم. من كاليفورنيا، لانه هذول الاثنين عندهم الطفرات، وهذا يعني احتماليه ضئيله. احنا عندنا الاغلب عندنا البي 117 البريطاني. طيب السؤال، هل ممكن انه يصير فينا زي الهند الان 70% من الموجود في الهند هو المتحور الهندي؟ الجواب بيعتمد على سلوك الافراد وعلى الضبط والربط من الحكومه الرشيده، هذا ما نقوله. انا توصياتي يا ستي نبقى، وانا متاسف وابوس على راس الجميع ان نبقى نحذر دائما، الكمامه، التباعد الجسدي، البعد عن الاختلاط، هذا سيبقى معنا ل 2021 ارجوكم. على المستوى الحكومي أنا توصياتي أن نبدأ بما يسمى بالمسح الجينومي، مهم جدا أن نعرف ما هي البؤر ونوع الفيروسات التي تدور في بلدنا. لا نستطيع برضو إحنا نركن أنه إحنا موجود عندنا البريطاني، أنا بتحكم مع حضرتك إحنا خلص يعني في رأسنا أنه البي 117 الموجود. بدي أذكر حضرتك والمشاهدين أنه لما أعلنت بريطانيا عن الفيروس المتحور في كنت في بريطانيا بعد 8 أسابيع، من 7 إلى 8 أسابيع كان 70% من الفيروس الموجود في بلدنا المتحور البريطاني. نعم. شوفي كيف سرعة انتقال، مفتوح المطارات والناس بتروح بتيجي. هذا لا سمح الله ممكن يحدث في حال إحنا فتحنا الحدود والمطارات من غير ضبط ولا ربط. والدليل الآن عندنا مثال واحد زي البحار الهندي اللي وصل إلى مطار الملك حسين وكان يعني مصاب بالمتحور الهندي، طبعا تم حجره وهذا إجراء ممتاز، وبعدين غادر واكتشفنا انه هاي من المتحور الهندي. هذا مثال ستي انا بقوله انه اي فيروسات متحوره ستاتينا من المعابر. ونقطه مهمه اريد ان اشير اليها، انه يجب علينا ان لا نعتمد فقط على فحص البي سي ار، لانه فحص البلمره كنا دائما نقول انه فيها مش خطر 30-50%، بل ايضا يزيد عن هذا في حاله الفيروسات. شكرا اذا دكتور لكل هذا الكلام. كان معنا استاذ ومستشار علاج الامراض المعديه وعضو اللجنه الوطنيه لليقظه الدوائيه للقاحات كورونا دكتور ضرار بلعاوي، شكرا جزيلا لك.